لنقول انه شو البشر اصلا. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. شوف هلا أنا ما رح أحكي على الخلق لأنه هلا في فريق عم يشتغل بالخلق، أنه من الخلية لوصل لتطور الخلق كيف بالقرآن مغطى وكيف في بالمعلومات مغطى. وهي عبارة عن يحكمها السقف المعرفي. التحريات بتقول أنه وجدوا البشر المنتصب من 5 ملايين سنة، آخر شيء وصلوا أنه 5 ملايين سنة، وهو الذي خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. لاحظ الأداة ثم إذا بالمصحف مرتين إجت، بس ثم تفيد التعاقب مع التراخي، وإذا شرط لما يستفاد من الزمن وضع، يعني إذا كان أنت بدك تعبر عن مسافات زمنية طويلة جدا. نعم. يعني أكثر تعبير عن مسافة طويلة حق ثم وإذا مع بعض، يعني المسافة بين تراب اللي هي المواد المعدنية لسه غير عضوية، لو وصلنا للبشر المنتصب أخذت ملايين السنين، ولكن عندما وصلنا للبشر انتشرنا في الأرض. يعني البشر نوجد في الأرض في كافة معالم الأرض قبل نفخة الروح، كان بشر مثل ما نوجد بقية البهائم والمخلوقات، وكان في المملكة البهيمية، ولكنه كان منتصبا. تقصد بمنتصب على مستوي تقصد مستوي الظهر أم لا منتصب على يمكي على قدمين، ليس على أربع يعني. لا ليس على أربع. ومين قال أنه كان على أربع البشر؟ إلا داروين يعني. إلا داروين مين قال ما كان الذي خلقك فسواك فعدلك. نعم يعني كان على أربعة ووقف، صار في عدل، كان في عدل. أراك تقترب من نظرية النشوء والارتقاء والتطور. يا سيدي الفاضل لعفيك مثال، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، يعني بداية الخلق كان وحيد الخلية وكان تكاثر ذاتي، ثم جاء قانون الزوجية ثم جعل، صار تغير بالصيرورة. العلم المادي يقول ذلك دكتور. نعم نعم. الباراميسيوم وحيد الخلية بالمناسبة ليش هذا العلم المادي ودول وحيدة اللي قدامنا مو رب العالمين خالقه؟ برهان على تطابق. مو رب العالمين خالقه؟ بالتأكيد رب العالمين خالق كل شيء. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. مين سار ونظر كيف بدأ الخلق؟ والله علماء كثيرون يسيرون، مسلمين وغير مسلمين. نعم نعم نعم. وسيجدون رب العالمين ما بيقلنا سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، نحن ما بنقدر أو ما بنشوف. لا هذا من إمكان البشر، هذا من إمكان الإنسان، هذا من إمكان الإنسان. لا وحيشوفه لأنه الإمكانية موجودة وحيلاقيها. طيب نعود إلى بداية الخلق، كان وحيد الخلية وانقسام وانشطار الخلية وما يقوله، ثم جاء قانون الزوجية، يعني كان انشطار ذاتي بعدين صار انشطار زوجي، تكاثر زوجي من السبأ، ثم جعل منها، صار تغير في الصيرورة، جعل تغير في الصيرورة، صار في قانون الزوجية. لأعطيك مثال، نحن الذكر في 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 ذكر وأنثى، الأنثى فيها أنثى فقط، يعني يبين لك إنه نحن عنا إكس واي فقط، يعني طلعت من عنا، يعني هي إجت بعدها لأنه نحن عنا إكس واي. ثم جعل منها زوجها، متى حصل هذا؟ على سلم التطور، وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. عندي آية واحدة موضوع فيها عم بيقول لك خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. هذه الآية تأتي مباشرة مع نفس الآية بالزمر. هون إنزال بدون تنزيل، عم يقلنا إنه هذا إنه البشر ظهر على سلم الخلق مع الأنعام. إنه لاحظوا وين الأنعام ظهرت، البغال والحمير والبقر والغنم، متى ظهرت على سلم الخلق؟ ظهر البشر، هي اللي سخرها الله عز وجل وظهر وذللها للإنسان. لا وظهر البشر لسه، يعني البشر بظهور الحياة على الأرض قبل الإنسان، لسه ما في إنسان، ما زلنا بمرحلة البشر، ما زلنا مرحلة البشر، مرحلة التطور العضوي. ما زلنا البشر وجد مع الأنعام وانتصب، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ليش انتصب يا أستاذ؟ دي حرر إيدي، يعني تصور أنه على أربع
اذا هلا على اربع الان اذا بده يساوي شيء بايده بده يقعد. ما زلت اسير معك على على ان الانسان كان يسير على اربع؟ لا ما لا عندما بشر نستمع عندما كان بشر لا انت وانتصب انتصب من 5 ملايين سنة كان منتصب. انت تشرح نظريه التطور والنشوء والارتقاء عم بشرح من المصحف. نعم 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 نعم, نعم. لا احد ينكر عليك ذلك. ولكن وانزل لكم من الانعام 8 ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. اجا قانون الزوجيه وانزل لكم من الانعام 8 ازواج. البشر وجد على ظهر الارض مع الانعام بنفس الوقت. إذا حصل هذا من 50 مليون سنة فمناته من 50 سنة أكيد ما كان في أنعام ما كان في بشر مع الديناصورات. الديناصورات انقرضت من 65 مليون سنة كان غير موجود البشر ما كان في أنعام. ومن يقول أن آدم خلقه طوله 60 ذراعا أنا أعتقد هذا لا يوجد شيء إطلاقا في الأرض يدل على تشير إلى حديث عن آدم عليه السلام. نعم هذا الشيء إلا إذا كان مع الديناصورات كان يعني كان يتناسب أبعاده مع الديناصورات. هذا لا الواقع لا يدل على ذلك إطلاقا. طيب نبقى في موضوع يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. بدأ الخلق بالبحار هاي الظلمة الأولى. الظلمة الثانية البرمائية البيض بتبيض ظلمة البيض هاي الظلمة الثانية. والظلمة الثالثة ظلمة الرحم في ظلمات ثلاث. وتطور الإنسان في بطن أمه عم يعطيك هذه الحلقات. إذا ليست هي أغشية الرحم كما يقول البعض. الظلمة البحرية بالخلية الخلاص ظلمة البيضة والرحم هي خلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث. عم يختزل هذه الحيوات كلها في 9 أشهر في ظلمات خلق من بعد خلق. ثلاث أنواع من الديزاين ثلاث أنواع من التصميم في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له النور. هذه من الآيات البينة. سبحان الله. هذه قرآن أي قرآن تعرف من هذا القرآن قانون يعني يقول لك شو القرآن بيقول لك هي القرآن. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم هي القرآن. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات هي الآيات البينات هي اللي بيقولوا عنها سحر مبين. الآيات البينات هي اللي بيقولوا عنها سحر مبين بس مو آيات الصوم. لماذا قالوا عنها سحر مبين؟ لك لأنه غامضة على الأذهان. طيب نريد أن نسمعها ما عم يفهمها. نريد أن نقترب الآن من إضاءتها وشرحها وفهمها.